يعد مبنى وزارة الخارجية أحد المنشآت العمرانية الكبرى بالبلاد التي تنفذها شركة المقاولون العرب بتشاد منذ عام 2013. وبهذا الصدد قامت أمينة الدولة بوزارة الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي أجد صالح دمان بزيارة تفقدية لمعرفة سير عمل المبنى الجديد الذي يبنى بمواصفات عمرانية حديثة ويعد من أحدث الأبراج التي تشيدها تشاد لتحديث بنيتها التحتية. ويتكون المبنى من برجين متماثلين، وكل برج يتكون من 7 طوابق. كما توجد بالمبنى 4 صالات تسع ل2000 مقعد. كما يحتوي المبنى على 160 مكتبا. المبنى عبارة عن 4 مداخل، منهم مدخلين للجمهور ومدخل للفي اي بي ومدخلين جانبيين للقاعات. أمينة الدولة بوزارة الخارجية شجعت الشركة البانية إلى إتمام العمل. شيء مهم لسيد الرئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو، وفي الطريقة هنا يعني ماشيين معايا ونقوله ضروري. المدير الأم قدم لنا شيء مهم في ما يخص الخلصين الباتيمون، نحاولوا في الطريقة هنا أنا الرئيس نرجو لنا هلل عشان الباتيمون ده بنتهي وندخل فوقه. جدير بالذكر أن المبنى وصل إلى 70% من أعمال بنائه، وهو مزود بمحطة كهربائية تحتوي على غرف المولدات بالإضافة إلى خزان أرضي وغرف تبريد. ويبقى 30% من إكمال المبنى الجديد لوزارة الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي.